اكتشفت موهبتي بالصدفة، بس مو أنا اللي اكتشفتها، العائلة اكتشفتها. يمكن لأني اكتسأل وايد أسئلة من عمر صغير، وشافوا أن في جانب تقني من وراء هالأشياء، فقاموا يراوني وعلموني وقمت أتعلم. وشوي شو حصلت عمري مسوي اختراع واختراعين ثلاث، وصلنا لليوم. تقريبا ورا كل اختراع أسويه في موقف أو قصة أو شيء أسمعه يأثر فيني. إذا شفت مشكلة في المجتمع حبيت أحلها، حابة أني أنا أفيد مستقبل الإمارات وأمشي على نفس نهج حكامنا، فهذا شيء أنا أشوفه أني في البداية كنت أسوي لنفسي، أسلي عمري، روبوت يصورني الله حلو يصورني، روبوت يشجع وياي. بعدين شفت أن إذا أنا عندي هالشيء والحمد لله الله رزقني هالموهبة، ليش ما أستغلها في خدمة المجتمع وخدمة الحكومة وخدمة الدولة عامة. فبداية المجال ما حصلت دعم من أصدقائي أو زملائي في المدرسة، لأني يوم كنت أراويهم الأشياء اللي كنت أسويها، اهتمامي مثلاً في الحامل وايرات، ولا أني أسير أشوف آخر الأشياء الجديدة طالعة في التكنولوجيا، كانوا يقولوا لي شو تبين فيها، يعني هذا حق الأولاد مو بحقك، أنت بعدش بنت صغيرة لازم تلعبين بعرايس وأشياء مثل هاي. أحب أشارك في فعاليات، سواء كانت في المناسبات مثلاً يوم المرأة الإماراتية، يوم الشباب العالمي وغيرها من هاي الفعاليات، أشارك، ممكن أنشر تجربتي أو أني أشارك كمشاركة كوحدة من الشباب أو كمرأة إماراتية. يشجعوني الوزراء النساء، أستانس وايد يوم أقابلهم، لكن اللي شجعني من بداية المجال كانت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حرم حاكم الشارجة، دائما تستقبلني عندها وتحب أن تسمع آخر اختراعاتي، ودائما توصيني أن بنات الدولة يشوفونك قدوة، فدوم كوني قدوة حسنة للبنات. خواتي كلهم أصغر عني، فأحاول أني أنا أكون مثال زين حقهم أنهم يقتدون فيني، سواء في مجال الاختراعات أو في مجالات ثانية. أحب أسافر، فإذا سافرت أشتري مغناطيس حق ثلاجتنا، أحب أجمع، بس أحب أجمع أشياء لأن أستانس يوم حد يجيني يقول لي شو تسوي مثلا، شو تجمعين، أجمع مغناطيس شوفوا ثلاجتنا، حلو من كل دولة، فذكرى حلوة وبعد يخلي شكل ثلاجة حلو. استغربت أن يوصل لي اتصال ويقولوا لي سلام عليكم فاطمة، شو أخبارك، شو مسوية، ترى فزتي أنا بأوائل الإمارات. شعوري ما يوصف، أنا ما أعرف شو كنت أسوي الوقت، لأن ما كان شيء في بالي، وأن حلم يتحقق أني أقابل شيخ محمد بن راشد وأني أتكرم منه شعور ما ينوصف، وشيء ينذكر في تاريخ الإمارات شيء كبير مستحيل أنسى هالشيء، أكبر إنجاز في حياتي. في منصب أبغي أوصله، أبغي أكون وزيرة الابتكار، لأن ما أبغي أبتعد عن مجال الاختراعات يوم أكبر، ولا أني أبغي أبتعد بعد عن حلمي أني أكون وزيرة، فقلت ليش ما أحطهم مع بعض، أسوي ابتكارات وفي نفس الوقت أكون وزيرة الابتكار. أبغى أوجه رسالة للفتيات، ما حد بيوقفكم من حلمكم، حطوا هدف وبتوصلوا له، وخلونا نحن نسوي فريق حق البنات، نثبت أن البنات قادرين أنهم يصلون في أي مجال ويدخلون أي مجال ونتميز إن شاء الله. ولا تقولون هالمجال بس حق الشباب، بعد حقنا نقدر أن نحن نتميز فيه، وأتمنى أني أنا أشوفهم متميزين في كل مجال، وبعد مجال الاختراعات أبغي بنية تكون وياي مخترعة، بعد تطلع أصغر عني ولا أكبر عني، نشتغل مع بعض إن شاء الله.